وهذه سائلة تقول: جاءتني الدورة الشهرية وأنا في بلادي، وأخذت عقار حتى ترتفع عني عقار وأخذت عقار حتى ترتفع علي، حين ستنقطع حين وصولي لمكة، وفي الميقات اغتسلت وقلت دعاء إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، ومن ثم قلت لبيك اللهم عمره، وعلى العلم بأن الدورة تأتيني 8 أيام، ولكن اليوم هو اليوم العاشر ولم أعتمر إلى الآن، فماذا أفعل؟ نعم، إذا اغتسلت إن شاء الله، إذا انقطع الدم واغتسلت إلى 15 يوم، لأن الحيض قد تمدد إلى 15 يوم، تبقين محرمة، فإذا انقطع الدم فإنك تغتسلين وتؤدين العمرة. وأما إذا صار 15 يوم ولم ينقطع فاغتسلي وأدي العمرة ولو كان فيه دم بعد 15، لأنه أصبح ليس حيضا، أصبح نزيفا. نعم.